هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. ما زالت الكويت تشهد جدلا حارا حول كيفية تمويل العجز في الموازنة، فالحكومة الكويتية تريد تمرير قانون يسمح لها بالاقتراض، بينما بعض أعضاء مجلس الأمة يرون أن هناك حلولا أخرى بعيدا عن الاقتراض. بعد أعوام من الأخذ والرد ضاعت فيها بوصلته بين مكاتب الحكومة وأروقة مجلس الأمة، يبدو أن قانون الدين العام المنتظر استخدامه في توفير سيولة يسد بها عجز الميزانية يبدو أنه قد يرى النور قريبا، فقد انتهى بحث المشروع خلال اجتماع بين اللجنة البرلمانية ومسؤولين من وزارة المالية، وسيتم التصويت على القانون قريبا. اختصار شديد، حكومة تبي تاخذ قرض، ما عندنا مشكلة أن حكومة تأخذ قرض أبداً. الكويت طول عمرها موقفها المالي والاقتصادي قوي، دولة ثرية، فبالتالي حق لها تأخذ قروض. بس يات بسميها نعمة كورونا، سلطت الضوء وعرت الوضع المالي والهيكلي للدولة المهترئ. قانون الدين العام هو البديل التمويلي المفضل حكوميا، ولدى كثير من الخبراء لتمويل العجز الذي يقدر بأن يصل إلى 15 مليار دينار. كون ذلك القانون يتيح للحكومة الاقتراض من جهات محلية وعالمية ومن خلال بدائل اقتراض مباشرة أو إصدار أدوات دين ثابتة وبتكلفة أقل من اللجوء إلى تسييل الأصول. اليوم احنا أمام معطيات مختلفة تماما. عندنا انخفاض أسعار البترول أكثر من 50-60% من نهاية العام الماضي، عندنا مصاريف اللي مترتبة على جائحة الكورونا واللي تقدر يمكن من 600 مليون إلى 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 تقريبا مليار دينار كويتي. هاي كلها إضافة على العجز المتوقع في الميزانية بداية اللي كان 9.5 مليار تقريبا. وعلى العكس من القانون السابق الذي صدر وانتهى مفعوله قبل سنوات واستخدم في إصدار سندات سيادية بقيمة 8 مليارات دينار، سيرفع القانون الجديد سقف الإقراض من 10 مليارات إلى 25 مليار دينار، وستمدد آجال القانون إلى 30 عاما، وربما يتم إدراج الصكوك كأداة دين مضافة بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إدراجها. البنوك الكويتية الحمد لله لديها من السيولة الكافية حقيقة، اللي يمكن ما نشوف هالحركة الكبيرة في الصكوك. نعم. لكن أنا أعتقد بأن الصك هو يعني خلينا نقول ورقة مهمة لعمل البنوك الإسلامية، لأن مهم البنك إنه يكون لديه توازن وتنويع في أصوله مثل ما خصومه. وقد بدأت في التوالي تصريحات المعارضين لقانون الدين العام الذين ربطوا القانون بمساعدة القطاع الخاص، أو الذين يفضلون تسييل بعض أصول الصناديق، أو حتى من ينادون بتعديل سعر الصرف وغير ذلك من مقترحات يرونها كفيلة بتسوية العجز دون الحاجة للاقتراض من هذا أو ذاك. 12 مليار أو 13 مليار أرباح محتجزة، أكثر من 5 مليار عند الجمارك الطالب أحد الشركات، يعني تقولي الدين العام؟ لذلك هذه التساؤلات، وراح يبين من معالي وزير المالية إذا كان صادق ولا لا. لا يمكن الجزم تماما بمصير قانون الدين العام، فهو رغم مزاياه التي يعددها المحللون وقع ضحية لمواقف سياسية أكثر منها اقتصادية، لكن الثابت أن قانون الدين العام هو ليس فقط من مرتكزات وثيقة الإصلاح التي تتداول حاليا على أكثر من صعيد، لكن أيضا لسداد عجز وتوفير سيولة مطلوبين بشدة في الوقت الحالي. أسعار النفط أخذت منحنى تصاعدي طفيف ساعات قبل اجتماع أوبيك بلس، والذي من المفترض أن يتخذ قرارا بشأن مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل. وكانت الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبيك قد اتفقت شهر يونيو الماضي على تمديد الانخفاض التاريخي للإنتاج ب 9.7 مليون برميل حتى نهاية شهر يوليو الحالي.
وفي لقاء خاص مع الخبير النفطي السيد كامل الحرمي قال أنه من المبكر اتخاذ قرار لرفع الإنتاج حيث أن الأمور ما زالت ضبابية، كما أن الاقتصاد الأمريكي لم يتعافى بعد. أنا أرى السوق أكثر واقعية، يعني مو مسألة تفاؤل أم تشاؤم، هو واقعية، واقعية الأمر. ما أراه الآن أن معدل سعر البترول مؤشر برنت عند معدل 43 دولار برميل واحد، وهذا ظل ويانا مدة طويلة، بما معناه أن ماكو انفراج. لا أرى مؤشرات إيجابية أن فعلا أن الأسواق وأن سعر البرميل سيرتفع، بالإضافة أن احنا عندما ما زلنا عند جائحة كورونا، والاقتصاد الأمريكي لم يتعافى، وهناك زيادة في الإصابات، والولايات أو بعض الولايات بعضها تتسارع في فتح المحلات والمراكز التسلية، ثم اليوم الثاني أو بعد 3-4 أيام هناك إصابات جديدة وتغلق. فحتى الآن ما لا أرى أي يعني خطوة إيجابية فعلا أن هناك زيادة أو زيادة في الطلب، بالإضافة أن هناك مخزون كبير وهناك نفوط على ناقلات النفط في جميع أرجاء العالم. حتى الآن لم نتخلص من هذه الكميات، والاقتراحات الجديدة القادمة مثلا مع بداية الشهر القادم أوبك ستخفض إنتاجها بمقدار 2 مليون، أنا أعتقد أن هذا يعني سابق لأوانه في الوقت الحاضر. خليني أقف عند النقطة الأخيرة وما أوردته وسائل إعلام عالمية من أن الاجتماع المقبل سوف يبحث تخفيف التخفيض إن شئت في النفط، وذلك أيضا مرد إلى بوادر الانتعاش التي يراها المعنيون. طبعا هذا كان خبر من وول ستريت بخصوص أن فعلا توجه من المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج بحوالي 2 مليون برميل من النفط في بداية الشهر القادم. أرجع مرة ثانية أقول، لكن في نفس الوقت لم يكن هناك التزام كامل من بعض دول أوبك مثل العراق ونيجيريا، وهذه الدول بحاجة إلى موارد مالية يعني ماسة أكثر من بقية الدول، وهذا كان أعتقد السبب الاعتراض العراقي والنيجيري مصارحة ومكاشفة مع الدول أوبك، خاصة الدول الخليجية. من أنتوا عندكم احتياطيات مالية كافية، أنتوا عندكم وسائل أخرى ممكن الحصول على تدفقات نقدية بعكس العراق. فحتى الآن يعني الصورة يعني حتى الآن يعني ما هي إيجابية إن فعلا نتوسع أو نزيد أو نخفض الإنتاج. لماذا لا نصبر؟ لماذا لا نرى انتعاش؟ لماذا لا نرى طلب، زيادة طلب في العالم؟ هل فعلا يا أخي الكريم شاهدنا إن هناك فعلا مشترين للنفط الخام، أم هذه النفوط الآن النفوط التي تستهلكها الدول المستهلكة هي عبارة عن مخزونات في أسواقهم وفي الخارج؟ نعم. هذا السؤال. نعم. طيب أيضا الاجتماع المقبل لأوبك يعني سيكون فيه مسؤولون من خارج أوبك، هل تعتقد بإمكانية التواصل إلى توافق فيما يتعلق بالإنتاج في المرحلة المقبلة يحافظ على استقرار الأسعار أو زخم نمو فيها؟ أنا أعتقد الآن وصلنا مرحلة نوعا ما استقرار في سعر البرميل، هذا هو المهم. إذا هناك استقرار في سعر البرميل وما في يعني ارتفاعات حادة أو انخفاضات حادة مثل ما شاهدنا في شهر مارس عند 22 دولار أو 20 دولار معدل برنت، الآن أنا أعتقد إن على الأقل مثل ما تفضلت هناك نوع من الاستقرار. مع الاستقرار روسيا ما عندها مانع، ما عندها اعتراض، مع أنها حتى الآن لم تلتزم بالكامل لكن هي ملتزمة، وهذا شيء جيد وهذا شيء مناسب. لكن الرؤية المستقبلية، ما هي الرؤية المستقبلية؟ هل الاقتصاد العالمي سيتعافى مباشرة؟ هل سنتخلص من وباء الكورونا؟ هل وجدنا مصل خاص لعلاج الوباء؟
هذه كلها أشياء يعني يعني هناك تخوف حتى في بريطانيا حتى في أوروبا. يعني الناس حتى الآن يعني في هناك تشجيع من الحكومة البريطانية، اذهبوا إلى المطاعم، استهلكوا، هناك تخفيضات، خفض القيمة المضافة من 25% إلى 5%، لكن ما حتى الآن هناك عامل الخوف. هذه المشكلة. ومن أخبار الشركات، أقرت عمومية شركة بوبيان للبتروكيماويات عن العام المنتهي في شهر أبريل أقرت توزيع 35 فلس نقدي أرباحا للسهم. وكانت الشركة قد حققت حوالي 12 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 10% تقريبا، على الرغم من تراجع الدورة الاقتصادية العالمية لقطاع البتروكيماويات. وشركة بوبيان للبتروكيماويات تتميز بتنوع المحفظة الاستثمارية بين قطاعات الصناعة والتعليم، كما أنها تمتلك حصة في شركة بوتيكات. التنويع اللي بدأنا فيه من قبل 7 أو 8 سنين في تنويع الاستثمارات لاقتصادية، الاستثمار يكون مضاد للأزمات الاقتصادية وأنه يكون غير متأثر بالأزمات الاقتصادية، فكانت استثماراتنا السابقة في التعليم وفي الصحة لها مردود عالي جدا وكان فيها نمو وأداء مميز. طيب. أيضا أنا لاحظت أنتم حققتم حوالي 11 مليون دينار ووزعتم 17 مليون، حدثنا عن المفارقة كيف ذلك؟ هذا نفس السياسة اللي قاعدين نتبعها في التحفظ. احنا كنا متحفظين جدا، رحلنا 50% من ارباح إيكويت البتروكيماويات من السنه هذه للسنه القادمه للتحوط للمستقبل كيف راح يكون، لان الان الاسواق متقلبه والاقتصاديات قاعده تتاثر بالجائحه هذه اللي مر في العالم، حتى تكون عندنا استمراريه في الاداء وفي التوزيعات. أعلنتم أيضا عن وقف الاستقطاع الاحتياطي الاختياري وتحويل الاستقطاع إلى الأرباح المرحلة، حدثنا عن السبب في ذلك. هو مجرد شكلي في موضوع الاستقطاعات، هي نفس الشيء يطبق عليها، كلهم هذولا قابلين للتوزيع، البندين هذولا فدمجناهم مع بعض حتى تكون تبين أنها كأنها أرباح مرحلة. أخيرا أيضا هناك مسألة خفض قيمة الشهرة لعدد من الأصول، ما السبب؟ هذا احنا مستمرين فيه من التأسيس، ودائما كل أصولنا نحاول نخفض من قيمتها اللي هي الفعلية حتى يكون في تحفظ وتحوط للبالانس شيت نفسه. لابد أن أسألك عن قطاعات مثل التعليم مثلا وأنتم دخلتم فيها، هل تحافظ على إيرادتها في ظل الجائحة؟ هل تتوقعون ربما بعض المصاعب عليها؟ هو طبعا راح تتأثر في الجائحة، لكن الأداء للإدارة التنفيذية بوبيان والشركات التابعة في التعليم قاعد يتحسن، فالتطوير اللي قاعد يتم هناك قاعد يحاول يخفف من وطأة التأثير الاقتصادي من الأزمة الحالية. آخر سؤال، سوق البتروكيماويات العالمي، ما دمنا وصلنا للقاع، هل تتوقع ارتدادها قريبا وعودة إلى القمة في الأيام المقبلة؟ هل هناك تحديات تفرضها؟ والله أنا متفائل. سوق البتروكيماويات هو ما في إيقاف عن الإنتاج ولا المبيعات، لكن الأسعار متدنية جدا لأن عنده ارتباط كبير بالاقتصاديات العالمية وارتباط الثاني الكبير بأسعار النفط. متى ما صار تحسن، وأنا متفائل إن شاء الله راح يصير تحسن، ودائما هي دورية، متى ما كثر الإنتاج قلت الأسعار، ومتى ما قل الإنتاج راح تزيد الأسعار إن شاء الله. بعد الفاصل، زيارة إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى العدن، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. هذا البرنامج برعاية المركز، كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. بعد مرور 6 أشهر من جائحة كورونا، بلغ عدد الإصابات في الكويت نحو 55 ألف حالة، بينما عدد الوفيات بلغ نحو 400 حالة.
وهذه الأرقام تجعل من الكويت واحدة من الدول ذات الأقل نسبة في الوفيات. ولقد زرنا أنا وفريق عمل سي إم بي سي عربية وحدة العناية المركزة بمستشفى العدان، وهذه الوحدة مختصة بالتعامل مع الحالات الحرجة لإصابات كورونا، لكي نرى كيف استطاعت الكويت أن تنجح في السيطرة على المرض. اليوم مررنا أنا وزميلي مصور سي إم بي سي عربية بتجربة أعتقد لن ننساها داخل قسم العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى العدن. لم نكن نتوقع ماذا سنجد في القسم الذي يستقبل الحالات الأكثر حرجاً، ولكننا عند وصولنا وجدنا أنفسنا أمام فيروس كورونا في أشرس مواجهة له مع البشر، معركة يقودها أطباء جنود بواسل لإنقاذ حياة مرضاهم بعد أن افترسهم الفيروس. وداخل قسم العناية المركزة تتفاوت درجات المواجهة، فهذا المريض يعد من الحالات الأكثر حرجاً والتي تطلبت وضعه على جهاز الإكمو، وهو أعلى من جهاز التنفس المعتاد ويعد آخر مرحلة في المواجهة مع المرض. الحين الإكمو هو يعتبر أعلى درجات الدعم اللي ممكن نقدمها في العناية المركزة لمرضى الفشل الحاد في الجهاز التنفسي. هو عبارة عن جهاز رئة صناعي خارجي يتم توصيله بالمريض عن طريق قسطرات دقيقة، قسطرة تسحب الدم وتقوم بإضافة الأكسجين وإزالة مادة ثاني أكسيد الكربون من الدم عن طريق الرئة الصناعية الخارجية، وبعدين نقوم بإرجاع الدم عن طريق قسطرة أخرى إلى المريض بعد ما يكون أضاف لها الأكسجين، فنقدر نزيد نسبة الأكسجين في جسم المريض ونعطي المريض فرصة أنه يتعافى، الرئة مالته تتعافى عن طريق إعطاء العلاجات المختلفة، وبعدها نبتدي نفطمه من جهاز الإكمو. إحنا من ناحيتنا جهاز الإكمو نقول يفيدنا من ناحية ويصعب علينا يعني من العلاج من ناحية ثانية. يفيدنا إنه هو الحين الرئة غالباً المرضى اللي نتعامل معهم يكون عندهم فشل حاد في الرئة، فالإكمو يعمل على إنه هو يكون رئة صناعية. من ناحية ثانية القسطرة الموجودة والتيوبز الموجودة على المريض صعب علينا الحركة، فتحتاج فريق متكامل عشان نتعامل مع هالمرض. وطبعاً حركة المريض لما نحرك المريض في هذه المراحل المبكرة تساعد إن إحنا نشيل الجهاز عنه وتضبط عند نقل الأكسجين، فبالتالي نشيله بأسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في الكويت، إلا أن نسبة الوفيات تعد من الأقل على مستوى العالم، حيث إنها أقل من 1% من عدد الحالات المسجلة، مقارنة بأكثر من 4% هو متوسط نسبة الوفيات عالميا. حضرنا للمشكلة بشكل يعني مبكر. إذا تذكرون يعني بداية المشكلة لما طلعت من الصين وظهرت أول شيء في إيطاليا، وكان لحد الحين أنا أذكر كان في رسالة من إيطاليا من مؤسسة العناية المركزة وجمعية العناية المركزة المسؤولين هناك، بعثوا رسالة يعني حق كل العالم كتبوا فيها get ready استعدوا، كانت يعني رسالتهم واضحة الاستعداد يكون شنو، إنه زيادة الطاقة الاستيعابية للعنايات المركزة. فمثلاً إحنا هذه الرسالة وصلتنا من يعني القيادة العليا في الوزارة من بداية شهر 3، إن زيادة الطاقة الاستيعابية، إحنا هني 46 سرير عناية مركزة في العدن رفعناه إلى 92 سرير. نسبة الوفيات فعلاً ما تفضلت كثير قليلة بسبب السياسة الصحية الأجريسيف العنيفة بمواجهة المرض. بتصور الوزارة ما تركت أي شيء للصدف، يعني استعدوا للعدد الكبير بالفترة اللي كنا نشوف فيها الأعداد صغيرة، ونقول ليش عم يأكلوا هالاستعدادات كلها. أغلب النظم الصحية اللي يعني تأثرت وكانت نسبة الوفيات عالية فيها كانت نتيجة عدم استعدادها، لأنه كان موضوع مفاجئ لها، فكانت الوفيات تحصل بالحوادث لأنه يكون في عدد كبير من المرضى يدخل إلى الحوادث والنظام الصحي مو مستعد له، سواء من ناحية الأسرة، وجود الأسرة، وجود الأجهزة، ووجود الطاقم الطبي اللي يعتني في المريض. هذا الحمد لله بالكويت ما كان موجود، استوعبنا المشكلة لأن حضرنا لها بشكل كبير، وأنا أعتقد هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض نسبة الوفيات في الكويت. والتكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في مواجهة المرض في الكويت، فهذا الروبوت الذي يمكن الطبيب من معالجة المريض من أي مكان في العالم أحد الجنود المجهولين في المعركة مع كورونا.
يوفر علينا الوقت إذا كنا إحنا مثلا بالبيت بعد ما خلصنا المرور اليومي وصارت مشكلة في المريض ونحتاج أن نشوف المريض بشكل سريع بدل ما ناخذ الوقت اللي نستغرقه في الوصول المستشفى نص ساعة وتفر، ممكن أنا على طول عن طريق الروبوت أدخل على المريض وأشوف شنو المشكلة. ساعدنا أيضا لأن توسعنا بالعناية المركزة وزادت الأسرة وزاد اللود على الأطباء والطاقم الطبي، صار في بعض الأطباء يغطون أكثر من مستشفى، وطبعا قلل تعرضنا للفيروس لان احنا ما نضطر نكون موجودين بالعنايه المركزه بنفس الكثافه كالسابق. ويحسب للكويت التي اتخذت قرارات موجعه من الناحيه الاقتصاديه انها تمكنت من السيطره على المرض، حتى ان هذا القسم في ظل هذه الظروف الحاليه حصل على الامتياز الذهبي من منظمه الالسو في استخدام اجهزه دعم الحياه. استوفينا كل شروط منظمه الالسو العالميه اللي هي تعمل كنترول واديتنج للإكمو وبتطلع بوليسيز، وهي الحمد لله المركز تبعنا بعد 3 سنين صار ريكومندد انه سنتر اوف اكسلنس واخذ جولدن اوورد. وتستمر المواجهة مع فيروس كورونا، فنسمع عن الحالات التي انهشها الفيروس ولكن رؤيتها بالعين شيء مختلف، فنغادر وحدة العناية المركزة وقد تعرفنا اكثر على الوجه القبيح لكورونا، كما إن احترامنا وتقديرنا للكادر الطبي تضاعف 100 مرة. وكورونا كما أضرت الكثيرين أيضا استطاع أن ينتفع منها البعض الآخر، فجائحة كورونا أعطت دفعة قوية لعملية التحول الرقمي وازدهر كل شيء يتم أونلاين سواء كان التسوق أو التعليم أو عملية الدفع. وقد تجاوزت قيمة المدفوعات الرقمية التي تمت حتى الآن في العالم 4 تريليون دولار. وفي الكويت شركة كينات على سبيل المثال حققت عمليات دفع إلكتروني في عام 2019 قاربت 20 مليار دينار كويتي بمعدل نمو سنوي قارب 15%. وشهدت الفترة الأخيرة في الكويت ظهور عدد من الشركات المختصة بالدفع الرقمي والتي تتزايد مع نمو التسوق الإلكتروني، ومعظم هذه الشركات أسسها شباب كويتيون. واليوم نلتقي مع أحد هؤلاء الشباب، السيد عبد الله بن طفلة الرئيس التنفيذي لشركة حسابي. نحن شركة حسابي نقدم استشارات في كيفية التحول الرقمي وبالذات في الدفع المالي الإلكتروني. تقوم رؤيتنا على كيفية التحول الرقمي القيمي النفعي المتبادل. أهدافنا هي بناء شراكات تجارية عن طريق حلول رقمية آمنة وتقديم الدعم المناسب للعملاء وابتكار الحلول التطويرية. طبعاً تخدم حسابي جميع القطاعات من خلال تقديم خدمات مميزة في مجال الدفع الإلكتروني، وتتنوع هذه الخدمات أبرزها هي خدمة إنشاء روابط الدفع، خدمة ربط بوابة الدفع الخاصة بحسابي في أصحاب الشركات والمتاجر وتطبيقاتهم، إضافة إلى تأجير أجهزة نقاط. أعتقد أنه يمكن هذه التطبيقات ساهمت كثير جداً في رواج فكرة العمل الهوم بيزنس، لأنه أصبح أي شخص يستطيع أن هو ينشئ عمل من المنزل ويستطيع أن يتلقى الدفعات بدون أن يتم، يعني مش لازم تكون شركة ومدرجة يعني مسجلة. فأعتقد أنه أنتم ساعدتم في رواج هذه العملية. طبعاً يعني فنتك أصبحت جزء كبير من تنمية الاقتصاد في جميع أنواع، لكن فنتك في معروفة أو في تعريفة كتكنولوجيا مالية هو جزء من التحول الرقمي الذي يشهده العالم بشكل عام في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة. هذا التحول الرقمي كان في تصاعد مستمر، والحلول أو منصات الدفع المماثلة لشركتنا هي سرعت، قامت بتسريع هذه التحول وتنمية الاقتصاد والسمول تو ميديوم بزنسز بشكل يعني غير مباشر. هل انتم التطبيقات الدفع الفوري، هل انتم بتعتبروا نفسكم انتم مكملين لعمل المصارف ام انتم منافسين للمصارف؟ حسابي والشركات التي تقدم منصات الدفع الالكتروني هي جزء من مثلث، وهو شركه الخدمات المصرفيه الاليه في الكويت كينت، البنوك المحليه، ونحن كوكلاء لهذه البنوك المحلية لتقديم الخدمات المطروحة من قبل مزاولين نشاط مثل كيف. ويشرف على هذا المثلث البنك المركزي للكويت. فدورنا كمنصات الدفع الإلكتروني يقوم على بناء حلول مبتكرة
وتطوير وطرح منتجات تسهل للشركات استقبال عمليات الدفع الإلكتروني من عملائهم بدلاً من الكاش. كم نسبة أو كم الأرقام لو نحن نذكر أرقام أو نسب من التحويلات اللي بتتم عن طريق البيمنت جيت ويز، منصات الدفع الفوري مثلاً في الكويت، في الخليج، في العالم، هل عندك أرقام؟ محلياً في 2019 حجم المعاملات التي تمت عن طريق بوابة الدفع كانت بلغت تقريباً 2.7 مليار دينار كويتي، وفي السنوات الأربع الأخيرة معدل نسبة النمو لهذه المعاملات كان ما يقارب 51% سنوياً. أما على الصعيد العالمي في 2019 حجم المدفوعات الرقمية ككل بلغ تقريباً 3.8 تريليون دولار أمريكي. عالمياً بشكل عام نسبة نمو التعاملات التي تتم عن طريق البطاقات من 2010 إلى 2018 بلغت 13.6% سنوياً بحسب تقرير بوستن كونسلتينج. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من البرنامج، ونتمنى لكم الصحة والعافية. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة، بيت التمويل الكويتي.